بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم زرنا الأستاذ رأفت الهيتي وتعرفنا على ابنه دكتور بكر، دكتور أسنان وعنده قناة على اليوتيوب يحاول يساعد الناس بمعلوماته. فراح نلتقي بالأخ بكر، راح يحكينا على قناته وشنو فيديوهات اللي ناشريها بيها. نعم، أهلا بك. أهلا وسهلا. أنا قناتي طبعاً تخص الأسنان، تفيد المراجعين طبعاً المرضى، العناية بالأسنان كطريقة تنظيف أسنان، كحشوات، يعني معلومات عامة. يعني نقول بسيطة للناس. بسيطة للناس. إيه؟ نعم. يعني أكو هواي ناس يعني ما يعرفون، يعني تقدم بيها نصائح وشغلات. نعم. أكيد. إيه. ومشكلة عندنا إحنا بالعراق العناية بالأسنان كلش ضعيفة مع الأسف. أي. عندك عيادة؟ اي عندي عيادة بالمنصور. أي. بالمنصور. أي. مكانها وين؟ يعني اسمها اقوى اسنان، فالعيادة هم سميتها اقوى اسنان. يعني العيادة والقناة اسمها اقوى اسنان. فننصحكم حيدراق. نعم، منصور حيدراق. ننصحكم بدخول القناة تستفادوا من هاي الشغلات، واللي قريب عليه بالمنصور يقدر يزوره. هو ابن الاستاذ رأفت الهيتي، معروف على اليوتيوب، وتقدرون تزورونه. تحياتنا لكم. شكرا جزيلا.